اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل معكم من ممكن سهرتنا في هذه الليله التي اتمنى ان تشاركونا فيها. حدث تغير في هذه الحلقه، وكما اعتدت دائما ان حضراتكم شركاء لابد انكم تعرفوا كل التفاصيل. غاب عن هذه الحلقه الان الدكتور عبد الموجود راجع عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله، هو موجود خارج الاستوديو الان، كنت في الخارج وده اللي خلانا نطول الفاصل شويه، كنت في حوار معه. الدكتور عبد الموجود رفض الدخول الان وقال ان السبب في هذا الرفض ان احد الزملاء اللي اتصل بيه واتفق معاه على هذه الحلقه قال له عن وجود دكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري واللي بيمثل الفريق المؤيد للفريق احمد شفيق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا سخيل. وقال له ان هيكون معانا الدكتور محمد غنيم احد مؤسسي حمله مبتلون والمنسق العام لتيار التحرك الايجابي. اهلا يا استاذ محمد. اهلا. وقال له ان هيكون معانا حسب روايه دكتور عبد الموجود راجع الدكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا يا دكتور. ولكن هو بيقول الدكتور عبد الموجود ان زميلي الاستاذ حفني قال له ان الدكتور جمال هيكون بعد ما يقعدوا الثلاثه ويتناقشوا هيقعد يحلل، فقلت له ان ده مش شكل البرنامج بتاعي. وهيحلل ايه؟ هو هيحلل سياسيا معنا المشهد العام اثناء الحلقه، وربما يكون هناك ما يستوجب الرد منك او من دكتور صلاح او من الدكتور محمد غنيم، وهذا هو الشيء الطبيعي ان تطرح وجهات النظر ثم نختلف واطرح وجهة نظري وارد عليك واوضح، وده الطبيعي. الدكتور عبد الموجود رأى ان هذه مسألة مبدأ وانه اتفق من البداية، وطلب ان يكون الاستاذ جمال عبد الجواد خارج الحلقة حتى ينتهي الكلام ثم يدخل هو بعد ذلك الدكتور جمال ويحلل ما يشاء، وهذا ليس شكل برنامجي. فانا رفضت هذا وقلت له أنت الطرف الغائب، كنت حريص على وجودك، كنت حريص على وجود ممثل للحرية والعدالة يمثل وجهة النظر التي تؤيد الدكتور مرسي. قال لي 3-1، قلت له لا يوجد 3، دكتور جمال عبد الجواد محايد، الدكتور صلاح حسب الله هو الذي يمثل وجهة النظر مع الفريق شفيق. قال له أستاذ محمد غنيم موقفه من الاثنين واضح، هو بيدعو لإبطال صوتك فمش مع حد، فالمسألة هي واحد قصاد واحد والجمهور هو شريكنا والدكتور جمال محايد بين الأطراف الثلاثة. الدكتور عبد الموجود وله كل الاحترام لم يقتنع. الزملاء وأنا داخل راحوا جايبين لي قالوا لي بسرعة في تقرير موجود على التلفزيون أن الدكتور جمال الدكتور عبد الموجود رجع، ليست هذه هي المرة الأولى، وكان عنده لقاء المعدين في قناة المحور قالوا أنه كان يعلم اللقاء وذهب ثم رفض الظهور مع الأستاذ عبد الرحيم علي في موقف مشابه لما نحن فيه الآن. عرضت عليه وقلت له اقعد اتفرج إذا حبيت تدخل، وهو موجود برا وله كل الاحترام والتقدير، فإذا أراد أن يدخل في أي لحظة أهلا وسهلا بيه، لكن أنا مش هغير شكل برنامجي لأي سبب وحسب رغبة أي حد. برحب بيكو، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا سخيل. خلينا نبتدي من عندك يا دكتور صلاح، أنت ليه هتأيد الفريق شفيق؟ والله هو انحيازي للفريق أحمد شفيق كحزب وكشخص بشكل مباشر هو انحياز للدولة المدنية بمنتهى الصراحة. احنا شيء يعني توجد الآن أغلبية برلمانية ذات مرجعية دينية في مجلس أي الشعب والشورى، بنتابع كلنا أن هناك برضو محاولة للتغول في تشكيل الجمعيات التأسية بغلبة دينية على فكرة، وكنت حاضر كثير من الجلسات في التفاوض مع إخواننا في الحرية والعدالة وفي النور، ويمكن انتهى بينا المطاف في جلسة قريبة ان كان التصريح بشكل مباشر كده حقنا ان يكون لنا اغلبية داخل الجمعيات التأسية لاننا اغلبية داخل البرلمان، وتعبنا واستهلكنا في تفهيمهم وتوضيح ليهم ان الاغلبية البرلمانية ليست لها علاقة بالجمعيات التأسية، انما كانوا مصرين ان هم يقتنصوا هذا الحق. حتى يمكن احنا متابعين كلنا ان في ال 24 ساعة الاخيرة ديت ردود الفعل حوالين تشكيل الجمعية التأسية في المرة التانية برضو اللي كانت تكون متشابهة مع المرة الاولى، ومع ذلك كنا بنقول يلا عايزين نمرر الجمعية التأسية، عايزين نعمل دستور لمصر وحاجات زي كده. هناك نوع من انواع العلو او السيطرة الدينية على معظم مفاصل الدولة. طيب ممكن قبل ما تبتدي تذكر لي انتقاداتك للمرشح الاخر او للجماعة التي ينتمي اليها او للحزب الذي يرشحه، تذكر لي مبررات اختيارك للشخص للفريق شفيق؟ يعني يبقى عندك مبررات، هل انت اختيارك للفريق شفيق هو سببه رفضك للاخر؟
لا هو اختيار الفريق شفيق، ان انا شايف ان هو لو بقارن حتى مقارنه مجرده ما بين اتنين مرشحين، انا ارى ان الفريق شفيق يملك من الخبرات السياسيه والاداريه والتجارب التي تجعله يعني ياتي في مرتبه متقدمه بكثير عن الدكتور محمد مرسي الذي اكن له كل تقدير واحترام. ده بالنسبه للخبره. بالنسبه للمساله الثانيه اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان انا شايف ان احنا من مصلحه مصر ان احنا نعمل نوع من انواع التوازن ما بين السلطات، يبقى في رئيس من فصيل سياسي او من خلفيه سياسيه غير الخلفيه السياسيه اللي بتسيطر على البرلمان وربما تشكل الحكومه في المستقبل. الحاجه الثالثه والاهم بقى، ان انا عايز كمواطن وعايز كحزب سياسي ان انا انتخب رئيس انا عارفه وعارف ان هو ده رئيس الذي سيحكم بشكل فعلي وبشكل مباشر. اختيار الدكتور، ما بتشوفش كده انك بتختار النظام السابق؟ لا لا بالعكس، على فكره ده انا ليا وجهه نظر ان استنساخ النظام السابق واعاده انتاجه ان هو يكتمل بانتخاب رئيس من الحريه والعداله، هيبقى بنستنسخ نفس التجربه بتاعت الحزب الوطني الديمقراطي. الفرق الوحيد ربما يكون في دقن يعني تركبت له، انما هيبقى حزب واحد مسيطر على كل مفاصل الدوله كل السلطات، ودوت مش مصلحه مصر. يعني احنا ما قمناش بثوره يناير او شعب مصري وشباب مصر قام بثوره يناير عشان يركب لمصر دقن ويركب للسلطه في مصر دقن. احنا عايزين فعلا نعيش مرحله ديمقراطيه حقيقيه، يبقى عندنا تداول، نضمن يبقى في شكل من اشكال الديمقراطيه اللي يضمن تداول السلطه. انا شايف لو سيطر حزب الحريه والعداله على كل مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة هيبقى بنستنسخ بالفعل بقى النظام القديم. يعني هي مسألة مش استنساخ أشخاص، استنساخ نظام. فلو بنتكلم على استنساخ نظام هنبقى عملنا كوبي وبيست على النظام القديم. انما شفيق على فكره بالنسبه للنظام القديم، يعني برضه عشان يبقى المساله واضحه، الفريق شفيق على فكره مساله حساب او ان هم يحسبوه على النظام القديم دوت، انا معاهم مليون مية اذا كان فاعلا سياسيا في النظام القديم. انما الرجل يعني وجوده كوزير لسنوات طوال، لا لا ده هو مش معناه هو كان هو ليس وزيرا سياسيا يا استاذ خيري. نعم انا بطرح اسئله كان الطرف الاخر موجود. هو ليس وزيرا سياسيا، هو كان رجل تولى فتره كبيره تتجاوز ال 35 او ال 40 سنه خدمه في القوات الجويه حتى وصل الى قائد القوات الجويه، وكان يخدم الجيش المصري ومصر ولا يخدم النظام. وده ده 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 احنا واحنا افراد طبيعيين بنروح نتجند وبنتجند في الجيش المصري، هل نكون اعضاء في النظام؟ لا طبعا. فهو الراجل كان بيؤدي مهمه وطنيه من خلال الجيش، ده رقم واحد. رقم اثنين، لما اصبح وزيرا للطيران، ده حاجه يعني كان وزير تكنوقراط مش وزير سياسي او موجود في لجنه سياسات في الحزب الحاكم او كذا ويشارك في قرار سياسي. رجل كان بيخدم وطنه، ولو اي حد بعيدا بقى عن المزايدات، لو اي مواطن مصري كلف بمهمه وتتناسب مع خبراته في الوقت دوت، انا متصور ما كانش يرفض ان هو يبقى وزير طيران او وزير اي وزاره فنيه معينه. فالرجل قبل هذه المهمه وتولى هذه المهمه. البعض بيقول اللي بيحسب عليه ان هو رئيس واخر رئيس وزراء في حكومه في عهد الرئيس السابق. انا لا شايف ان الكلام ده برضو ظلم ليه، لان الراجل ما قعدش وهو رئيس وزاره اما فتره تتجاوز مثلا الايام. اي رئيس وزراء ده، احنا لو جبنا تشرشل يحكم مصر او يدير حكومه في مصر في فتره زي ديت، ما مش هيقدر ينتج، مش هيقدر يعمل حاجه تحس بيها الناس. فدي المساله دي على فكره ان هي تحسب عليه، ده ظلم باين. طيب خليني هرجع لك تاني، وكلمة آخر رئيس وزراء هذا أمر سيستدعي نقاش، ولكن خلينا نشوف فكرة لا ده ولا ده. ابطل صوتك ليه يا أستاذ محمد؟ ابطل صوتك. الحقيقة أنا هبتدي ردي بجملة مفاجئة شوية أستاذ خالد. إحنا مصدقين الاتنين، إحنا مصدقين المرشحين الاتنين. وحضرتك سألت الدكتور صلاح سؤال جميل جدا وقلت له بلاش تقول لي مساوئ الآخر، قول لي مزايا مرشحك. وهتكلم من منطلق اللي احنا شايفينه بقالنا اسبوع. كل اللي احنا سامعينه من ناحيتين هو اتهام احدهم للاخر بانه مرشح النظام السابق، واتهام هذا لذاك بانه مرشح جماعه الاخوان المسلمين المحتكر. انا مش هبتدي واقول انا مش مصدق حد فيهم، بل بالعكس انا مصدقهم الاثنين ومصدق هذه، مش هقول الاتهامات بس هذه التوصيفات تماما. ارجع بقى ارد على حضرتك ليه مبطلون، لان احنا فعليا وهي دي بقى القاعده اللي احنا بننطلق منها، لو كان عندنا قناعه ان احد المرشحين احسن من التاني ما كناش اصلا فكرنا في هذا الطرح. بمعنى لو احنا بنسمع الكلمه دي كتير جدا يا استاذ خيري، انت دلوقتي لو ما اديتش صوتك لده يبقى هتروح لده، وعلى فكره بنسمعها بالتساوي بالظبط من المعسكرين. نعم. بالتساوي بالظبط يعني قال لك دي هتصب عند شفيق، قال لك لا يعني دي هتصب عند مصر بالظبط كده. فاحنا خلينا نحط قاعده
احنا لو شايفين ان احدهم احسن من الاخر او اقل سوءا احنا ما كناش اصلا تطرقنا لهذا الحد. ليه؟ لان احنا مقتنعين تماما بكلام المرشحين الاثنين وبالسيناريوهات اللي هما بيطرحوها عن الاخر وشايفينها. انت مصدق كل واحد في اللي بيقوله عن التاني مش عن نفسه؟ ما هو يا فندم هما ياريتهم يتكلموا شوية عن نفسهم عشان نبتدي نعرف قد يكون واحد اقل سوءا من الاخر. ولكن انا برضو عشان ما بقاش يعني ادعي السخرية او بحاول اسخر، احنا فعليا من الاول موقفنا ثابت. احنا في الاول انا بتكلم بقى دلوقتي مش عن نفسي بس عن شريحة كبيرة جدا من المجتمع اصيبت بخيبة امل يوم اعلان نتيجة الجولة الاولى. نحن نحترم الصندوق ونحترم النتيجة، وانا مش بهذا القرار ان احنا نبطل اصواتنا مش رايحين نعترض عليها، مش رايحين نقول باطل، مش رايحين نقول لعبة مش هنلعبها، مش مقموصين عشان المرشح بتاعي مثلا ما عداش. لا، احنا شاركنا في الجولة الاولى ومصرين ان احنا نشارك في الجولة الثانية. حضرتك احنا انا عضو في التحرك الايجابي. التحرك الايجابي هو طيار اتبنى من بعد الاستفتاء عشان نحس الناس المصريين انهم يشاركوا في الحياه السياسيه. واعتقد ان من اهم مكتسبات هذه الثوره على المستوى المسار الديمقراطي ان الناس نزلت بالملايين ادت صوتها في الاستفتاء، وبعد كده في الانتخابات البرلمانيه نزلت وادت صوتها تاني. من هذا المنطلق احنا نختلف شويه عن المقاطع. يعني في ناس كتير بيغلطوا بيقولوا انتوا المقاطعين انتوا سلبيين. مع احترامي ومع كل الاحترام للي هم مقاطعين العملية الانتخابية من الأول لأنهم عندهم مخاوف كان من نزاهتها أو طريقة إدارتها، ولكن إحنا حملة مبطلون. ومبطلون الفرق الأساسي عايز تقول إن دي إيجابية، أنا نازل ورايح وحاقف الطابور وهصوت بدون شك ونازل أحط إرادتي أنا على الورقة. أنا مش اللي هي إرادتك اللي بتقول إيه؟ إرادتي اللي هي بتقول أنا مش حدي صوتي للمرشح ده ومش حدي صوتي المرشح ده، وهعمل علامة على الاتنين عشان عدد أصواتنا يظهر في النتيجة النهائية للانتخابات، يظهر تحت مسمى أصوات باطلة وهو مسمى أو مفهوم معروف عالميا وسياسيا باسم الوايت فوت. الوايت فوت هو الصوت الأبيض. صوت الأبيض في كل الدول الديمقراطية هذا من حق الناخب لما يكون مش موافق على اي من الاختيارات انه ينزل يقول انا مش موافق على كلهم. هما بره بيقولوا صوت الابيض على اساس انه بيسيب الورقه بيضه. احنا عندنا يمكن في مصر تردد شويه ان احنا نسيبها بيضه عشان نقلق يمكن يعني يمكن تتلون بعد ما نمشي، فايه قلنا هنعملها مبطلون وهنسودها بدل ما نبيض. فده تعبير عن ارادتنا الحقيقيه نابع من قناعه تامه ان كلا السيناريوهات المطروحه من المرشحين عن الاخر حقيقيه، وان احنا جاهزين. هتصدقهم في دي بس مش هتصدقهم في اللي بيقولوه عن نفسهم. والله يا فندم احنا مستعدين حتى نصدق كويس لو شفناه، بس احنا فعليا من اول هذه الثوره واحنا واقفين في نفس الخندق. احنا واقفين في نفس الخندق اللي هو التغيير، اللي هو مع الثوره واللي هو مع الدوله المدنيه. احنا توجهنا واضح وصريح ولا غبار عليه. فالنهارده لو حد شايف ان هو يقدر يتعايش مع هذا المرشح او ذاك، يعني هخص بالذكر دلوقتي الفريق احمد شفيق، شايف ان هذه المنظومه كما كانت قبل الثوره، حتى لو هو اعتبرنا ان هو لا يمثل النظام السابق بالطريقه اللي شرحها دكتور صلاح انما هو جزء من النظام، لو حد شايف ان ده بالنسبه له شيء مريح ويتجاوب معاه ينزل ينتخبه. ولو حد شايف ان الدوله والمجتمع لابد ان يتجهوا الى هذا الاتجاه الديني، معلش مع احترامي يعني مدنيه الدوله مش وجهه نظر، ده حاجه كلنا فاهمينها. احنا ممكن نقعد نختلف يعني ايه تعريف الدولة الدينية وتعريف الدولة المدنية ونخش في مهاترات ولا اول لها ولا اخر، انما احنا عارفين يعني ايه يبقى احتكار لفصيل ديني ويوجه المجتمع اتجاه احنا مش عايزينه. فاحنا النهاردة واقفين مع احترامي في خندق واضح جدا وثابت على موقفه، نرفض هذا وذاك، وبصوتنا الباطل بنحط نواة لما سنفعله بعد الانتخابات، لان الانتخابات مش اخر المطاف يا فندم. طيب لا، ما هو ده سؤالي الجاي عشان اعرف المطاف ده رايح لفين. بس ارجع للدكتور جمال عبد الجواد. هنا يغيب عنا ممثل للطرف الاخر فلا بد ان نحفظ له كل الامان، يعني احنا هنامنه تماما. وهيبقى الكلام في المطلق شويه، بمعنى الدكتور صلاح كلمني عن أن هذا يمثل الدولة المدنية وهذا يمثل الدولة الدينية، في حين أن خطاب الدكتور مرسي
طوال الوقت يتحدث عن دولة مدنية وبيأكد أن ما كانش في حاجة اسمها دولة دينية في الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما فيش دولة دينية وهو يتحدث عن دولة مدنية. سمعته في أكتر من حوار بيتكلم عن حرية الاعتقاد والاعتناق واللبس والزي والأجانب، بيتكلم خطاب مدني جدا. عايز حضرتك تقول لي تصوراتك لشكل الدولة المصرية في ظل الدكتور محمد مرسي وفي ظل قيادة الفريق أحمد شفيق، وبعدين نتكلم على الإبطال بعد كده. طبعا ده يعني شوية رغم بالغيب حبتين، لأنه الموضوع نعم لأن بعض العالم محدش يقدر يغير يعني شكل مصر دي، لا كان شفيق ولا مرسي ولا مية زيهم، وأن مصر وصلت إلى مرحلة الرئيس اللي هيجي هيظبط نفسه على مقاس هذا الوطن، مش الوطن اللي هيظبط نفسه على مقاسه. خليني أبدأ بما أتصور أنه السيناريو المرجح. نعم. أنه أيا كان مين الرئيس اللي هينتخب، فأنا لا أتصور أن مصر هتدخل مرحلة استقرار بعدها. أنا أتصور أنها هندخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي أيا كان مين شخص المرشح اللي ناجح. وجزء من المسألة له علاقة بأنه إحنا في الحقيقة مش في انتخابات بالضبط. يعني أنا مش متأكد اللي أنا بتفرج عليه ده في مصر دي انتخابات حقيقية. ما الحس إنه إيه؟ لا ده صراع على السلطة بتوظف أداة الانتخابية كجزء منه، لكنها ما هياش الأداة. طيب صراع بين إيه وإيه؟ عشان أقدر أوصف القوتين اللي موجودين على الساحة. يعني البعض إنه بيرى إن الصراع ما بين جماعة لها تاريخ وما بين نظام الدولة العميقة، هذا النظام بيحاول أن يستعيد روحه، يحافظ على مصالحه، يحافظ على استقراره وعلى أمنه. الجماعة السياسية بتعبر عن تيار إيديولوجي له تصور لمستقبل مصر والرؤية للعالم إلى آخره، تيار الإخوان المسلمين، تيار الإسلام السياسي. وعلى الجانب الآخر في الدولة المصرية بكل تقاليدها القديمة، ودي مش شتيمة. الدولة المصرية نعم ما هيش شتيمة، يعني عايز أقول إنه مصر الحديثة اتبنت على إيد الدولة المصرية. مشروع محمد علي باشا باني مصر الحديثة هو مشروع بناء جهاز الدولة المصرية، وهذا هو الجهاز اللي شال مصر 200 سنة، ولما خاب خبنا، يعني ما خبناش بسبب أشياء أخرى، إنما خبنا بالأساس لأنه هذا الجهاز كفى عن أن يقوم بدوره النهضوي التنويري التحديثي، إنه يقود المجتمع ده كل القدام. ولما جهاز الدولة لعب دور القاطرة بتاعت نهضة هذا المجتمع ما كانش معلق في الهواء، نجح في إنه يخلق قاعدة تأييد كبيرة من أول محمد علي بعثات بيبعتها، رفع الطهطاوي إلى آخره، لغاية آخر موظف شغال في الحكومة النهاردة. الفرق ما بين رفع الطهطاوي وآخر موظف شغال في الحكومة النهاردة هو الفرق ما بين المشروع الكبير بتاع بداية القرن 19 وما بين الحالة الراهنة اللي احنا وصلنا لها، انه ما فيش وجه مقارنة ما بين الاثنين. لكن يظل هذا المشروع، مشروع الدولة المصرية، لها قاعدة تأييد كبيرة فيها ما يمكن اعتباره الوسط الاجتماعي المصري المحافظ، اللي هو مش ما بيرتاحش للانحيازات الايديولوجية الكبيرة يسار او يمين، انما ضابط نفسه على ما يمكن اعتبارها تقاليد دولتية باختصار. في خناقة بالتأكيد ما بين المشروعين دول. هل هو حقيقي دولة دينية ودولة مدنية؟ في البعد ده بالتأكيد، يعني ما أقدرش أنفي البعد الديني عن مشروع الإخوان المسلمين، وإلا في الحقيقة إذا 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 انتفى البعد الإسلامي عن الإخوان المسلمين ماذا يبقى من الإخوان المسلمين؟ هو ما يميزهم هو إن هم أفكارهم السياسية، مشروعهم، رؤيتهم بتستمد من تفسير معين للإسلام. بالمعنى ده في بعد ديني بالتأكيد، مش بالضرورة هي تبقى الدولة السيوقراطية اللي رجل الدين فيها بيحكم بالضبط، لكنها أيضا ما هياش الدولة المدنية تماما اللي هي التشريع فيها والقرار بيصدر وفقا لرأي أغلبية الناس وفقط. أنت بتقول أغلبية الناس بشرط التوافق مع رؤية معينة للشريعة، رؤية معينة للدين، فأنت بتضع شروط، بتضع قيد على رأي أغلبية الناس. هذه صياغة مختلفة عن الصياغة العلمانية للدولة. بالتأكيد يعني ما بنتكلم عن الدولة المدنية، ما بنتكلمش عن الدولة العلمانية.
لا بالمرة. احنا مصر في الحقيقة ما فيهاش تقاليد علمانية عريقة. مصر كل يعني المشروع، ودي من افضل ما انتجته الوطنية المصرية والفكر السياسي المصري، انه نجح منذ لحظة مبكرة انه يخلق تصالح ما بين الحداثة والدين. وانا هشير هنا مثلا الى خبره حد زي احمد لطفي السيد اللي بيعتبر ابو يعني استاذ الجيل، ابو الليبراليه المصريه. ان احمد لطفي السيد هذا الليبرالي اللي اكتر حد كتب عن الليبراليه وعن الحداثه وعن الحريه الى اخره. احمد لطفي السيد لما سنه 1910 بتحدث الفتنه الطائفيه الكبيره في مصر بعد اغتيال بطرس غالي باشا، بعد مساله مد امتياز قناه السويس الى اخره، وبيعقد الاخوه الاقباط اعينهم المؤتمر القبطي المصري الاول اللي اتعقد في اسيوط عن حقوق الاقباط والاضطهاد، مشاكل زي اللي احنا بنشوفها اليمين دول يعني وكده. فبيتم بيرد عليه او كرد فعل ليه مجموعه من اعيان المسلمين المصريين ووجهاء المسلمين في المجتمع المصري، بيعملوا مؤتمر مقابل، ما سموهش المؤتمر الاسلامي الاول، سموه المؤتمر الوطني الاول، لكنه كانت قضيه رئيسيه في قضيه اين نحن المسلمين، كيف يمكن الحفاظ على حقوق المسلمين وايضا الاقباط في ظل هذا المجتمع اللي احنا عايزينه. وكانت مصر ساعتها بتسعى للتحرر من الاحتلال الانجليزي الى اخره. السكرتير العام اللي كتب البيان، اللي قاد اعمال هذا المؤتمر، اللي لم يخجل انه يقول مصالح المسلمين، مصر دولة مسلمة، الثقافة الاسلامية هي ثقافة الامة الى اخره، كان احمد لطفي السيد باشا. دي الليبرالية المصرية في الحقيقة، ما هيش ليبرالية متخاصمة مع الدين، ما هيش علمانية بالمعنى اللي البعض بيخوف بالعلمانية منه. دي خبرتها. ف بالمعنى ده في صراع، في خلاف بالتأكيد، لكن ما هواش ما بين مرة تانية الدولة الثيوقراطية بالمعنى الأوروبي، ولا ما بين العلمانية بالمعنى الفرنسي أو بالمعنى التركي، لكن طبعتين متمايزتين من الدولة الدينية ومن العلمانية إذا جاز استخدام التعبير، كليهما لهما طابع مصري. أرجع للكلام وأقول أنا مش شايف انتخابات، برغم أنه في صراع سياسي، صراع سياسي مالوش حدود، ملوش قواعد، ومن ثم مفيش انتخابات. انتخابات لها قواعد، لها حدود، لها دستور بيحكمها، لها قانون بيحكمها. يعني ما انا ما فهمش انتخابات احد المرشحين فيها بيقول اذا لم افز بالانتخابات فمعناها ان الانتخابات مزوره ويهدد باشياء. ده يعني في مصادره على المطلوب في الحقيقه. يعني ده انه الطريقه الوحيده لقبوله بنتيجه الانتخابات هو ان يفوز. ده في مشكله في الحياه، مشكله معنى الانتخابات. الانتخابات بندخلها عشان نكسب وعشان لا قدر الله نخسر. مش هنفرح لما نخسر، بس مش هنقول انه 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 اللعبه كلها ما حصلتش وان المباراه كلها كانت ظالمه الى اخره اذا خسرنا. ما ينفعش. نعم. مبرر هذا من جانبه او غير مبرر، انا اتصور انه ممكن يبقى له مبرراته في هذا، عنده عنده كذا، لكن مجرد ان وجود عنده شكوك بيقول ان في مشكله في اللعبه. لو انا عندي شكوك اتصور ان انا اخرج من اللعبه افضل وافضحها من البدايه، بدل ما يبقى فيه هذا التناقض المريب بتاع انه اما ادخل وافوز او اللعبه مزوره، الانتخابات مزوره، واهدد باللجوء لاساليب اخرى، الشارع وغير الشارع الى اخره. وهو ده شكل عدم الاستقرار اللي انا اتوقعه لو نجح احمد شفيق في هذه الانتخابات. وعلى الجانب الاخر انا اعتقد ايضا اللي هو ايه؟ اللي هو هيبقى فيه ناس في الشارع بتطعن في شرعية هذه الانتخابات، بتطعن في شرعية هذا الرئيس. ده من خلال ايه يعني؟ مليونيات ولا المسألة ستزيد عن ذلك؟ يعني ده يرجع لهم، لكن على الأقل احنا شفنا المليونيات، شفنا القدرة على الحشد، شفنا الناس اللي تقدر تعطل المسارات الحياة الطبيعية في المجتمع. فأعتقد هو ده محدش أفصح. هل ده جائز ديمقراطيا هو التعبير الشرعي من خلال مظاهرات سلمية، التواجد في الميادين للتعبير عن رفضي للشكل اللي تمت به الانتخابات، هل ده شكل ديمقراطي ولا ده انقلاب على الديمقراطية؟ أنا أقول انقلاب على الديمقراطية، بس عشان برضو نبقى يعني في قدر من الإنصاف، انه لاحظ ان احنا انه في حاله من عدم الثقه الشديد ما بين كل الاطراف، الليبراليين والاسلاميين بينهم مشكله. طيب الجزء الثاني الجميع والمجلس الاعلى للقوات المسلحه، صحيح المجتمع ده الراجل ومراته دلوقتي بينهم شك، ف في حاله عدم الثقه دي
كل الأشياء أصبحت أو كادت تكون مبررة إلى حد بعيد. نمرة اتنين إن إحنا بنلعب لعبة بلا قواعد، وخليني أقول إن إحنا هننتخب رئيس بلا سلطات دستورية مثلا، فين قواعد اللعبة؟ إنه كتابة الدستور معطلة حتى يبينوا الخيط الأبيض من الأسود ونعرف مين الرئيس فيتفصل دستور على الرئيس، فين قواعد اللعبة؟ إنه في مرشح اسمه أحمد شفيق لم يمكن من انه يعمل حمله انتخابيه، ما فيش حمله انتخابيه لاحمد شفيق، في اعلانات في التلفزيون، انما راجل ما بيقدرش ينزل الشارع لانه في ناس بتضربه يعني او بتشتمه او بتهزقه، وما فيش قانون يحميه وما فيش امن يحميه وما فيش بتاع، فيش حمله انتخابيه، فيش انتخابات. الفريق احمد شفيق معاه حراسات قويه جدا مش متوفره حتى للمرشح الاخر، بيته محمي لانه تعرض لحاجات وفي خوف عليه، لكن عنده حمايه امنيه للخمسة مليون ونص او اكتر اللي ادوله اصواتهم، ممكن يحضروا له مؤتمرات، ما الذي يمنعهم يعني؟ لا انت الجمهور اللي صوت لاحمد شفيق هو ما هواش من الجمهور المقاتل اللي بيعتاد ان هو ينزل في مظاهرات واضرابات وحاجات بالشكل ده، ده جمهور ممكن يروح يوم الانتخابات يصوت، اللي هو الأغلبية يعني الصامتة أو سميها زي ما تسميها يعني، ناس عايزة تشارك لكنها مش عايزة يعني مش مستعدة تبدأ، مش مكافحين باختصار، مش أصحاب إيديولوجيات، مش أصحاب والله لو هيحضروا مؤتمر وهيتشتموا وهيتضربوا بتاع ما غالبا مش هيروحوا يعني، ناس ما تتحشدش. كل استطلاعات الرأي كانت تقول إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحظى بتأييد وثقة كبيرة جدا من المصريين، وصحيحة ومش مزورة ومش مزيفة، لكنها أغلبية من المصريين الغير قابلين للتعبئة والحشد، ناس ما تنزلش في الشارع، هم لما تسألهم في رأيك إيه فيقول لك والله كويسين وعندنا ثقة فيهم، طب انزل تبقى أنا مالي موضوع يخصهم يعني، أنا مش مستعد إن أنا أعمل العملية دي. يطلق عليه حزب الكنبة، حزب الكنبة باختصار يعني. ودي روعة الديمقراطية إنك بتدي لحزب الكنبة حق إن هو يدي صوته ويرجع للكنبه تاني، يدي صوته ويرجع للكنبه، ان هو انك ينتخب حكومه تعبر عن اغلبيه المواطنين. طيب او تنتخب رئيس عبر اغلبيه المواطنين. خاف عند هذه النقطه، انا عندي سيناريو. طب لو الدكتور مرسي ده سيناريو، لو الدكتور لو الفريق شفيق هيحصل واحد اتنين، طيب لو الدكتور مرسي ايه اللي هيحصل؟ هنطلع فاصل وارجع اكمل.